لدى استقبال سموه لعدد من أعضاء السلطة التشريعية وكبار المسؤولين، دعا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، دعا إلى استثمار العلاقة الطيبة بين السلطتين في إنجاز كل ما يتطلع إليه المواطنون في حياة أكثر تقدما وازدهارا، قائلا سموه يجب أن يحرص الجميع وفي كافة المواقع على إصلاح ذات البين وتجاوز أي خلافات، وأن تتشارك الإرادات لغاية واحدة هي رفعة الوطن وتقدمه. وأكد سموه أهمية الحفاظ على ما يجمع بين أبناء البحرين من مشاعر الأسرة الواحدة والتمسك بالقيم الأصيلة في التقارب والتواصل التي يتميز بها المجتمع البحريني القائم على المحبة والتآخي بين جميع أفراده. وقال سموه إن شعب البحرين ولله الحمد يحظى بالمحبة والتقدير من مختلف الأشقاء والأصدقاء، وإذا كانت هناك بلاد تفاخر بثرواتها ومقدراتها الطبيعية فإننا نحن هنا في البحرين نفاخر بأبناء شعبنا الواعي والحريص على خدمة وطنه بكل إخلاص. وشدد سموه على ضرورة أن نحافظ على السمعة الطيبة التي يتمتع بها شعب البحرين إقليميا ودوليا، وأن تكون جميع تحركاتنا غايتها الرغبة في الارتقاء بالوطن ورفاهية شعبه، وأن لا نسمح لأي أحد أن يؤخرنا عن الوصول إلى ما نرجوه من تقدم للبحرين وشعبها. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعددا من أعضاء مجلسي النواب والشورى بحضور معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني الرئيس السابق لمجلس النواب. وخلال اللقاء أكد سموه على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في كل ما يحقق المصلحة العامة ويدعم مسيرة البلاد في مجال التنمية والتطوير. وتطرق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الموضوعات المتصلة بالشأن الخليجي، حيث أشاد سموه بالدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في دعم ومساندة القضايا العربية والإسلامية وما تبذله من جهود طيبة لتعزيز العمل الخليجي المشترك وتطويره على كافة المستويات.